اهلا بيكم في برنامج ام العيال. النهارده هستضيفكم في المطبخ علشان خاطر زي ما وعدتكم ان احنا نعمل اكلات للاطفال. انا بس عايزه اقول لكم على سر صغير، انا طول عمري كان نفسي جدا ان انا اطبخ قدام كاميرا والناس تتفرج عليا، فانا سعيده جدا. نرجع بقى لموضوعنا. بالنسبه للاكل بتاع الاطفال، المفروض ان احنا زي ما كنت اتكلمت معاكم في الحلقه بتاعه الاكل، بنجرب كل مره نوع من انواع الاكل بالنسبه للبيبي اللي هياكل لاول مره. فجربت الكوسه، جربت الجزر، جربت البطاطس، جربنا في الفاكهه التفاح، جربنا الخوخ، جربنا اي فاكهه موجوده في الموسم او اي خضار. المهم يعني ان احنا دلوقتي هقول لكم الخطوات ازاي ان احنا بنقدمهم للبيبي. بالنسبه للكوسه او الجزر، بقشرهم خالص علشان خاطر يعرف يبلعهم، ميبقاش عنده مشكله. فانا قطعت الكوسه والجزر والبطاطس وحته من الفراخ. طبعا الفراخ ده مش هياكله اول ما يبتدي ياكل، الكلام ده هيبقى عن سن 7 شهور. هنحط كل المقادير دي على بعض. دلوقتي هحط لهم ميه من الفلتر واحطهم على النار يغلوا مسافه مثلا ربع ساعه. بعد ما سلقنا الخضار بالفراخ هنضربه في الخلاط كله، وهنستخدم الميه بتاعته لان الميه دي بيبقى فيها كل اللي هي الفيتامينات والحاجات اللي موجوده في الاكل، فهناخد مثلا منها شويه علشان خاطر لما نيجي نهرسه يبقى سائل. بنهرسه يعني بنفرمه لحد ما يبقى مهروس خالص اكنه زي الميه كده. دلوقتي زي ما شفتي سلقنا وبعد كده فرمنا الحاجات في الخلاط لحد ما نخليها اكنها زي الميه بالظبط. بجيب كل طقم من العلب بتاعه الثلاجه او الميكروويف بيبقى معاها حاجات صغننه زي دي كده، ما بنستعملهاش في اي حاجه. انا قررت ان انا استخدمها ان اخزن فيها الاكل واحطه في الفريزر عشان استخدمه على مدار الاسبوع. فمثلا بقسم الوجبه بحط بقى بمقسم مثلا الكميه دي على مدار مثلا يومين او ثلاثه، ودول بيكفوا معايا لمده مثلا اسبوع عشان مثلا باكله الخضار مره كل يومين، علشان يوم بيبقى فاكهه ويوم بيبقى خضار عاده. فبقسمهم مثلا كده وبحطهم بشيلهم في الفريزر. في معلومه عرفتها ان انت ممكن تشيليهم في الفريزر من 6 لـ 8 شهور، بس انا بالنسبه لي الموضوع ده مستحيل لاني هخاف الصراحه. فانا بعمل اكل اسبوعي، يعني بعمل الخضار بالسلق بالكلام ده على مدار الاسبوع. ده كده الخضار. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في التفاح. دلوقتي هوريكي كمان ازاي تعملي للبيبي التفاح المسلوق المهروس. انا قطعته وقطعته بالقشره بتاعته علشان خاطر يحتفظ بالفايده بتاعته في وقت ما يكون بيغلي. وجبت اي حاجه عندي صغيره لان التفاحه ما بتاخدش مكان، هحطها واحط عليها برده شويه ميه من الفلتر واسيبهم 5 دقائق لـ 10 دقائق على النار يغلي. بعد ما سلقنا التفاح لمده 5 دقائق أو 10 دقائق لحد ما تحس ان هو بقى طري خالص كده، بتشيليه وتقومي مقشراه. شوفي هتلاقيه بيتقشر بمنتهى السهوله مفيش فيه اي مشاكل. عندك حلين بقى، يا اما تضربيه في الخلاط يا اما تهرسيه بالشوكه. التفاح من الحاجات اللذيذه والاطفال بيحبوها جدا عشان مسكره. دلوقتي قشرنا كل التفاح، ولو في باقي ميه بقى اللي هي اللي اتسلق فيها زيت تبقى طبعا فيها فوائد كويسه، فممكن اضيفها عشان تسهلني وانا بهرس. دلوقتي وريتك طريقه عمل ازاي تعملي تفاح وازاي ان انت تعملي خضار مسلوق ومهروس بالفراخ. اتمنى تكون وصفاتنا عجبتكم. الوصفات دي تنفع للبيبي في السنه الاولى، واستنونا في الفيديوهات الجايه.